بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس إحدى كبرى الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر. وخلال الاجتماع أكد مسؤول الشركة الصينية أنها تستهدف ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري. أعرب وزير الاتصالات عمرو طلعت عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ولاتفيا في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه سفير لاتفيا في مصر أندرياس رازانس، أشار الوزير إلى أن مصر تعد من أبرز المقاصد العالمية لإقامة مراكز التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. من جانبه أكد سفير لاتفيا على اهتمام بلاده بتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجال الاتصالات. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية داخل مصر حسن أمين لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مراد أسلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة روستاوم الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. من جهته أكد الجانب الروسي الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر وإعطائها الأولوية في استراتيجية عمل الشركة. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة ألترا ميد كورب الأمريكية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وخلال اللقاء استعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركات الإنتاج الحربي. من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 28% ليصل إلى 78 دولارا و94 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21% لتصل إلى 76 دولارا و3 سنتات للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 37% لتسجل $2.35 سنتا للتر. وأما عن أسعار الغاز فصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.55% لتسجل $2.16 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024-2025، مشيرة إلى أن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2,250,000 برميل يوميا في عام 2024 1,850,000 في عام 2025 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت 3,400,000 برميل لتسجل 445,100,000 في الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 702,000 برميل خلال الأسبوع الماضي. سجل المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد أند بورز مستويات مرتفعة جديدة خلال التعاملات لخامس جلسة على التوالي، حيث يتواصل صعود أسهم الشركات الكبرى المدرجة في كلا المؤشرين بدعم من سلسلة مكاسب قياسية. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 26%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 45%، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.05%. انخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق قبل موسم إعلان الأرباح الفصلية مع تراجع أسعار النفط رغم تحسن المعنويات نتيجة زيادة الرهان على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات، وارتفع مؤشر دبي 0.1%، بينما استقر مؤشر أبوظبي عند الإغلاق. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى صحر وحكمة. إليكما. شكرا لك يا سارة نجيب.